هانذا أعود إليكم من جديد مشاهدي الكرام، ولكن حلقة جديدة من العالم ينتخب نواصل فيها متابعة أهم مستجدات الاستحقاقات الانتخابية في العالم، ليس فقط في أمريكا كما كنا نفعل قبل قليل. في حلقة الليلة نتوقف مع جديد الانتخابات السنغالية المقررة في 24 من مارس الجاري، المنافسة التي تجري بين 19 مرشحاً للرئاسة، 19، ولن يكون الرئيس السنغالي الحالي أحدهم. ثم ننتقل إلى ملف الانتخابات المحلية التركية التي تجرى في 31 من مارس الجاري، ونتابع كذلك تأثير خلافات المعارضة على فرصها في الانتخابات وعلى حزب العدالة والتنمية الحاكم. نبدأ من السنغال، حيث تشهد داكار في 24 من مارس الجاري انتخابات رئاسية حاسمة تأتي عقب أزمة سياسية عاصفة مرت بها البلاد بعد محاولة الرئيس السنغالي ماكي سال تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر المقبل. وتأتي أهمية هذه الانتخابات أيضا من كونها أولى الانتخابات التي تجرى دون مشاركة رئيس البلاد الحالي ماكي سال، مما يرفع مستوى التنافسية بين المرشحين 19. قال رئيس الوزراء السنغالي سيديكي كابا إن حكومته هي حكومة مهام عمل يقع على عاتقها تنظيم الانتخابات الرئاسية. يأتي هذا بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية في السنغال بأنه تم تشكيل هذه الحكومة والتي تضم 34 وزيراً برئاسة سيديكي كابا لإدارة ملف الانتخابات الرئاسية، وهو ملف فائق الأهمية بالنسبة للسنغال. انتخابات رئاسية جديدة تشهدها السنغال بعد حالة من الاضطرابات عاشتها في الفترة الأخيرة. الرئاسة السنغالية أعلنت أنه سيتم تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات في 24 من مارس الجاري، بعدما أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في 5 فبراير الماضي، والذي نص على إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر وإبقاء الرئيس في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد. بعدها أعلن الرئيس السنغالي أن ولايته الرئاسية ستنتهي في وقتها المحدد في 2 أبريل القادم. السنغال تعتمد على نظام انتخابي على جولتين، إذا حصل أي مرشح على أكثر من 50 من أصوات المقترعين يحسم الفوز له من الجولة الأولى، وفي حال عدم تجاوز أي من المرشحين النسبة المطلوبة تحدث جولة الإعادة بين المرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات. وبعد فوز الرئيس المنتخب بالأصوات المطلوبة تكون ولايته 5 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى، لذا لن يكون الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال أحد المرشحين القادمين المقرر عددهم 19 مرشحاً، وبذلك ستكون هذه الانتخابات هي الأولى منذ استقلال السنغال التي لا يشارك فيها الرئيس الموجود في السلطة. اضطرابات سياسية تعيشها السنغال منذ فترة، لذا يرى باحثون أهمية هذه الانتخابات في إعادة الاستقرار وإنهاء الصراعات السياسية
بين السلطة الحاكمة والمعارضة. يشرفنا الآن من داكار سعادة البروفيسور عبد الرحمن كان الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية. نسعد بك بروفيسور عبد الرحمن. قل لنا أولا، 19 مرشحا لمقعد الرئيس في السنغال، علامة صحة أم علامة لا أدري ماذا؟ تحياتي لكم. صحيح، خريطة الترشيحات الرئاسية في السنغال في هذه الفترة كثر عدد المترشحين، وصل عددهم إلى 19 بخلاف الانتخابات الرئاسية الماضية التي كان فقط العدد مقتصر على 5 مترشحين. فهذه تعتبر من المكاسب الديمقراطية على أن المجال تم فتحه لمشاركة أكبر عدد ممكن. بروفيسور عبد الرحمن، أنت ترى ذلك علامة صحة؟ نعم، علامة الصحة، وعلامة أيضا كذلك على أن هنالك ديمقراطية سارية ولا تزال مفعلة في جمهورية السنغال. مشاركة جميع الأطياف وجميع أصناف المعارضين السياسيين على مستوى السياسة هنا في السنغال، هذا بخلاف فقط ما برز من صراعات سياسية باستبعاد عثمان سونكو وكذلك استبعاد كريم بود، ولكن هنالك جانب من المتنفس الديمقراطي الذي يستطيع عثمان سونكو أن يسير وفقها، وهو مرشحه بشير الجماعي في الذي هو أيضا كذلك على رأس المعارضة. ما هي مشكلة الرئيس الحالي ماكي سال؟ حاليا أظن الحديث عن مشكلة الرئيس ماكي سال لم يعد بذلك الإيجابية الكبيرة الموجودة، لأنه سيتخلى عن السلطة بعد 2 أبريل، فنحن نتحدث عن مرحلة جديدة قادمة، عن تغيرات سياسية وعن نقلة ديمقراطية تطورية جديدة نحاول أن نتفاداها عن تلك المشاكل التي مر بها الحكومة الماضية، ومن تلك المشاكل التي كانت قد تم صناعتها وهو محاولة التضييق على المعارضين وكذلك الفساد المالي الموجود وغير ذلك من الأطروحات المتعلقة بالفقر وغلاء الأسعار ووجود مشاكل كبيرة جدا، ولكن ذلك لا يجعلنا أيضا ننسى ما قدمه أيضا هذا الرئيس من جهود في تنمية اقتصاد السنغال. وعلى العموم فالسنغال في هذه الفترة ليس من أجل، لا ينبغي عليها النظر إلى الوراء بل النظر إلى الأمام. ما هي الفرصة التي يستطيع الرئيس القادم أن يقدمه لدولة السنغال ويتمكن من محل جميع هذه المشاكل التي مرت بها دولة السنغال، وخاصة بعد 21 أحداث 21 مارس إلى يومنا هذا. من هم أبرز المرشحين 19 سيد الكريم؟ أنا أستطيع أن أقول أن المرشحين 19 كلهم بارزون. لماذا؟ لأن الإجراءات التي يستطيع المترشح أن يسير عليها حتى يعتمد من المجلس الدستوري مترشحا رئيسيا هي إجراءات ليست سهلة، صعبة، من بينها الرعاية الانتخابية، حيث أنه يتوجب على كل مترشح أن يجمع كثيرا من الأصوات، يتم تحقيقها من قبل المجلس الدستوري حتى يتم اعتماده. ولكن هنالك أيضا من هم نستطيع أن نسميهم على أنهم بارزون،
في هذه الانتخابات. آمدو با هو مرشح الحزب الحاكم الذي تم ترشيحه من قبل الرئيس ماكي سال، ويعرف أيضا بخبرته السياسية حيث فقط خرج من رئاسة الوزراء قبل أيام. وكذلك بشير جوماي فيه الذي تم ترشيحه من قبل ائتلاف جوماي فيه رئيسا، وهو يعتبر كان أمينا عاما لحزب التصديق الذي تم حله بعد القبض على عثمان سونكو. وعثمان سونكو هو الذي رشحه ليكون معارضا أولا من بين المعارضين. ونرى أيضا كذلك أن هنالك أيضا متنافسون بارزون، أمثال إدريس سيك موجود، وكذلك خليفة كل، ونجد أيضا كذلك سون عبد الله جون وعلي بوجاي، وهؤلاء الاثنان الأخيران الذين ذكرتهما كانوا في أيضا في الحزب الحاكم، وانشق من الحزب الحاكم لكي يترشحوا ويبحثوا عن حظوظهم ليكونوا رؤساء الدولة. ومما أيضا نذكره على أن هناك امرأة مترشحة، وهذه أيضا نقطة مهمة يجب الإفادة بها، ويجب أيضا كذلك الإشادة بها. بالعكس، هذا أمر يسرنا جدا بروفيسور عبد الرحمن. نعم، هي مترشحة أنت بابك نظم، وهي إدارية كبيرة يعني تدير شركات موجودة هنا في السنغال، وترشحت، وذلك مما يساعد الديمقراطية السنغالية على التطور مستقبلا. كما يوجد أيضا كذلك يعني آخرون من المترشحين، مثلا آليو ممدوزا وهو مترشح لحزب بير. هؤلاء كلهم بارزون في الساحة السياسية، ولهم في الحقيقة أصوات يستطيعون أن يعتمدوا عليها للحصول على شيء ما في هذه الانتخابات الرئاسية القادمة. ولكن أبرز النقاش حاليا على مستوى الساحة السياسية السنغال تدور حول المرشح حزب الحاكم آمدو با، وكذلك مرشح المعارض عثمان سونكو، مرشحه بشير جوماي فيه. فكثيرا من النقاشات السياسية تدور بين هذين، ولكن الأيام بيننا لكي نرى ما هي الحقيقة الموجودة في الواقع بدلا من الكلام الذي يتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بروفيسور عبد الرحمن، قدم لمشاهدينا صورة عن اللحظة الراهنة في الديمقراطية السنغالية. هي دون شك ديمقراطية صاعدة. نحن ككل الدول الإفريقية، ونحن جزء من هذه القارة النبيلة، نحارب القوالب الثابتة التي يسعى الغرب لفرضها على الدول الإفريقية من ناحية صورة بعينها للديمقراطية. ما حال السنغال في هذا السجال؟ صحيح أن السنغال منذ فترة طويلة أو منذ الاستقلال إلى الآن يعني عرفت دولة السنغال يعني دولة ديمقراطية بامتياز، نظرا لوجود التداول الموجود في الرئاسيات. يعني سنغور قدموا لعبد الجوف، عبد الجوف لعبد الواد، وعبد الواد لمكسال، ومكسال الآن يترك المسار أيضا لشخص آخر. فهذا التسلسل يجعل الناس يعني يدركون على أن هنالك تسلسل إداري على المستوى الرئاسي هنا في السنغال، ونستطيع أن نتغنى بقليل من الديمقراطية. لكن هذا لا يجرنا إلى أن نقول على أن السنغال لم يواجه بعض المشاكل. واجه في الحقيقة في المرة الماضية من الكثير من المشاكل السياسية التي ربما كانت تزيح هذه المثالية الديمقراطية التي كانت تتغذى بها السنغال. نحن الآن نتحدث عن انتخابات كانت مؤجلة، انتخابات كانت المفروض أن تكون 25 فبراير، تم تأجيلها إلى 24 مارس بعد نقاشات طويلة، ومرت الدولة بحوار وطني كبير جدا. يعني رأينا كيف كانت التدخل الأجنبي عن طريق الحوار وطريق النقاش وعن طريق كتابة برقيات على مستوى العالم لكي يرفضوا أن يحدث نوع من الانقلاب الدستوري في السنغال، وأن تتم إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن. نعم. فهذه الفترة الحرجة أنا أرى أنها كانت ربما طريقة كانت ستسبب إشكالية في ديمقراطية السنغال، ولكن لوجود يعني أناس وخبراء يعني قاموا ببناء هذه الدولة ووضع أسس سياسية لها، حاولوا أن ينجوها من هذا الجانب. فحدث الحوار
حدث التراجع في كثير من الأشياء، وتم اتفاق جميع قادة المعارضة على تاريخ 24 ديسمبر باعتماد أيضا كذلك المجلس الدستوري، وهكذا عاد السنغال إلى المكان الذي هو عرف به على مستوى الدول الإفريقية وكذلك على مستوى دول العالم. وهذا والله بروفيسور عبد الرحمن يثلج صدورنا، كل تقدم للسنغال هو تقدم للقارة ولنا. شكرا جزيلا لسعادة البروفيسور عبد الرحمن كان الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية الذي شرفنا من دكار. ومن السنغال إلى تركيا، حيث يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية في 31 من مارس من عامنا هذا، من شهرنا هذا. وتعد هذه الانتخابات هي 13 منذ إجرائها للمرة الأولى في عام 1963. ويحق في هذه الانتخابات ل 61 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، بينهم مليون شاب تركي يصوتون للمرة الأولى. الأنظار تتجه نحو اسطنبول مع اقتراب موعد هذه الانتخابات، نظرا لثقلها السياسي والاقتصادي المهم. تعد اسطنبول ساحة للتنافس الحاد بين الأحزاب التركية في كل الاستحقاقات الانتخابية، ويخوض حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات المحلية لمدينة اسطنبول بالتنسيق مع حزب الحركة القومية عبر مرشحيهما المشترك مراد قروم، في منافسة مع حزب الشعب الجمهوري ومرشحه رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أغلو على رئاسة البلدية الثمينة لمدة 5 سنوات مقبلة. ينضم إلينا الآن من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد، نسعد بانضمامك إلينا يا عمر. ما هي توجهات الناخب الإسطنبولي؟ لأنه الجميع يشيرون إلى إسطنبول على أنها مفتاح النجاح أو الفشل في هذه الانتخابات. مساء الخير محمد. بالفعل إسطنبول هي المدينة الأهم التي يتم الحديث عنها في هذه الانتخابات. حتى الآن رغم انفضاض عقد المعارضة التركية، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب كبير في الأصوات ما بين حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب ومرشحه مراد كروم، وما بين أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري، رغم أن كافة أحزاب المعارضة تقريبا سمت مرشحيها الخاصين، وكلهم حاليا يوجهون الانتقادات لأكرم إمام أوغلو. هذه المعارضة التي كانت في انتخابات مايو الماضي كلها منضوية في ما كان يعرف بتحالف الأمة، الآن كلها قدمت مرشحيها الخاصين، وكل هذه المعارضة تقول بأن إدارة إسطنبول لم تكن بالشكل الكافي والوافي الذي يفي هذه المدينة الكبيرة. عمر، وبالتالي بيني وبينك، يروج هل هي اتهامات وجيهة لها ما يبررها أم إنه كلام انتخابي؟ بكل تأكيد هو كلام انتخابي محمد، لأن كل حزب حاليا يريد أن يجس نبض الشارع تجاه هذا الحزب، ويرى ثقل، كل حزب يريد أن يرى ثقله في الميدان السياسي التركي. وبالتالي على سبيل المثال الحزب الجيد ورئيسته ميرال أكشنر هي التي كانت قد اقترحت اسم أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى رئيس بلدية أنقرة أيضا منصور يواش، كمرشحين لرئاسة الجمهورية في انتخابات مايو الماضي، ولكنها اليوم تقدم على انتقادات لهاتين الشخصيتين بالذات، وهذا الأمر أدى إلى الكثير من الانتقادات داخل الحزب الجيد، وحتى استقالات كثيرة جدا أيضا داخل الحزب الجيد التي تعارض توجه سياسة أو توجه ميرال أكشنر، ولكن المرأة تريد أن تقول بأن
حزبها ليس يعني لم يتم تأسيسه ليجعل حزب الشعب الجمهوري فقط هو من ينجح، وبالتالي تريد أن تخوض غمار هذه الانتخابات باسم حزبها وتحقق ما يمكن أن يتحقق من نجاح ربما خلال هذه الانتخابات، رغم أن النسب والاستطلاعات تشير إلى أن الحزب الجيد يصعب عليه أن يحقق أي نجاح خلال هذه الانتخابات، الحزب ولكن الجيد يمكن له أن يفشل. اختير اسمه بطريقة جيدة جدا في الحقيقة، The Good Party هذا اسمه، يعني بالتركية الحزب الجيد، شيء مدهش. قل لي عمر أخيرا وباختصار شديد لو تكرمت، هل يتدخل الرئيس رجب طيب أردوغان لصالح حزبه؟ بكل تأكيد، يعني الرئيس رجب طيب أردوغان في الميادين وهو بشكل أو بآخر يقول للناخب التركي أنتم تصوتون لي وليس للمرشحين لرئاسة البلدية، وبالتالي الحملة الانتخابية بشكل كامل يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، ويطالب دائما بدعم قوي، حتى أنه يربط ما بين الخدمات التي يمكن أن تقدمها البلديات وما بين الحكومة المركزية، أي يقول الرئيس أردوغان بأنه عندما تكون البلدية في يد حزب العدالة والتنمية الذي هو أيضا يعني يمسك بالحكومة المركزية، فإن الخدمات قد تأتي بشكل أكبر وأوفر مما تكون فيه البلدية بيد المعارضة، وبالتالي يطالب الناخبين بالتصويت لحزبه ولمرشحه. الزميل الكريم عمر أحمد، نعول عليك كي تكون عين القاهرة الإخبارية في هذه الانتخابات فائقة الأهمية. شكرا جزيلا لعمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة. نختتم كما نفعل كل ليلة مشاهدي الكرام، يا رب فليكن هذا العام عام ديمقراطية وانتخابات بأقل قدر ممكن من الحروب والصراعات.